عندهم تخفيض. يا اهلا اهلا، صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله تكونون طيبين. حياكم الله بفلوق جديد، يوم جديد. اليوم عاد الخميس الونيس، بعض الناس غايبين، فسويت لهم لي انا وياهم فطور، انا ويا وسونه. يلا تفضلي، تبي شاهي ولا شاهي حليب؟ شاهي. كيفكم؟ شو مسوين؟ كيف الويكند؟ ولا توكم ما خططتوا وش بتسوون؟ احنا ما خططنا وسن. تبين تروحين معي اليوم المكان مول؟ اكيد. بدون شراء؟ لا، الجمعة الجاية. هتلجين؟ الا بيجي. انت قهوة بس تعشى. عاد خليني اعطيكم نبذة عن اجواءنا بالرياض، كأن سبحان الله الصيف يودعنا بقوة. حر حر اليومين هذه عجيب، مع رطوبة كأن في سبحان الله في الرياض بحر، يعني مر الله كأنكم في الشرقية أو في منطقة كذا فيها بحر. فالله إن شاء الله يعدي الأيام هذه على خير، وإن شاء الله يبرد علينا إن شاء الله الأيام القادمة، يقول إن شاء الله بيجي أمطار وخير إن شاء الله. هنا عاد بنات بديت بالغداء، قلت بسوي لهم كبسة، ولا صراحة إن تونا جايبين اللحم أحب أكثر لأنه يصير تعرفون يعني صرت هو طازج وكذا، فلما أسوي كبسة أو شيء أزيد باللحم. اليوم حطيت كمية زيادة، طبعا فكيت لسه هو يعني مبرد ما بعد جمد، فحطيته بالقدر الكاتم وغسلته طبعا يا بنات، وبعدين عاد صبيت عليه الموية حارة وخليته يطبخ كذا يمكن أبو 10 دقائق إلى ربع ساعة، لأنه ما يطول لأنه طازج بعد. كثير يسألوني يقول ليش تسلقينه قبل، ما أدري كذا أنا أحب أسلقه لأني أسرع، يعني صراحة أنا أحس أني أسرع لما أعطي اللحمة شوي كذا سلقها على ربع ساعة بعدين أكبس عليها الرز. هنا عاد كشنت البصل وحطيت اللحم وحطيت البهارات، معجون الطماطم والفلفل وكل شيء حركتها كذا، كان ودي احط بطاطس بس ما كان عندي، والسالفة طويلة والبقالة تأخر علي، قصة حزينة. المهم حطيت هنا الفلفل، حطيت الموية، طبعا اخذت موية السلق حقة اللحم، وبعدين خلاص اضفت عليها الرز، وهذا هو يا بنات شكله. طبعا كان عندي شوي حبتين قرع حطيتهم، قلت يلا العوض ولا القطيعة نحط لو قرع وبس. والله يا بنات هذا كان غدانا، مرة طلعت الكبسة كأنها كبسة البر، خليتها شوي ذايبة، عيالي كذا يشتاقون لها أحيانا أسويها كذا، ما تكون يعني مرة نثرية خاصة إذا كانت مع لحم كذا كبسة، فطلعت مرة مرة لذيذة. هنا طبعا تعرفون اليوم الخميس وطلعة وكذا، إن شاء الله بإذن الله بطلع، فقلت أكيد أني ما راح أتقهوة يعني قهوة سعودية، خليني أسوي لي قهوتي الحين، تقريبا كانت الساعة 3 كذا، قلت خلي أسوي لي شو اسمه تاوة، وكنت أنا أصلا ودي أجرب الدقيق هذا يعني اللي أنا توي شريته اللي من المطاحن، قلت خلي أجربه أسوي لنا شوي العجينة هذه، تقريبا حقت نصف مقدار يعني ما حطيت مقدار كامل، حطيت ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة حليب باودر، وحطيت شوية موية شوية سكر ستيفيا، وحطيت عاد شوية بعد بيكنج باودر، وبعدين خليتهم شوي حد ما اختمروا، وأضفت عليهم تقريبا كاس ونص من الدقيق الأسمر. هنا عاد حطيت قليتهم طبعا بزيت غزير وحار، وصراحة مرة طلعت لذيذة ويعني حلو، يعني عجبني الدقيق صراحة. أنا كنت أبي أجرب فيها التاوة وعجبني يعني لا بأس فيه، لكن المرة الثانية إذا رحت أجيب أبخلي الدقيق نجران هو أكثر، يعني مثلا بأخذ كيلو وين دقيق نجران، وباخذ كيلو دقيق دبي، وباخذ نص كيلو من الدقيق الاسترالي، كذا بسوي المره الجايه باذن الله تعالى. هنا خلاص قليتهم، ما شاء الله يا بنات طلعوا مره مره لذيذات، سويت معاهم كذا خلطه، حطيت العسل، حطيت عسل وحطيت طبعا حطيت العسل بعد ما خلصت خلاص شو اسمه مع قرفة كذا، خلطت معاه ملعقة قرفة وحطيت معاه بعد حل يعني زدته شوي موية علشان يكون العسل، تعرفون العسل شوي ثقيل، لا حط خففته بشوية موية، بعدين صبيته على التاوة، طلعت مرة مرة لذيذة يعني مرة صراحة. القرفة اللي دخلت في شيء
إلا ما تعطيه طعم وريحة مرة مميزة. هنا أوريكم شلون يعني منفخات ما شاء الله التاوة. هنا عاد سويت قهوتي وقلت لكم أني أنا بتقهوى وأشبع نفسي من القهوة السعودية علشان بالليل خلاص، لأني هذه يعني صرت قهويت مرة واحدة، وبالليل بناخذ قهوة أكيد من هذه القهاوي الأمريكية والمدري إيش تقطير والأشياء هذه. وهنا عاد أقول لكم هذه الطريقة اللي أقول لكم، العسل خلطتها مع ملعقة قرفة وخففتها بشوية موية، طلع مرة مرة يجنن يا بنات. بعد أنا صراحة ما أفضل مرة العسل، أحب أحط دبس التمر، بس فترة هذه ما عندي دبس التمر، وإن شاء الله بإذن الله بتجيب قريب. أفضله أكثر أنا صراحة مع التاوة، يعني ما أدري أحس فيه طعمة كذا حلوة، بس ما صار عندي. بس والله طلعت مرة مرة لذيذة هذه الخلطة. ممكن بعد تحطون معاها شوية زبدة، بس أنا هنا ما حطيت، لكنها يعني أقترح عليكم تحطون شوية زبدة بعد، بيعطيها نكهة جدا جدا لذيذة. وبس والله يا بنات هذه كانت قهوتنا، يعني حطيتها تقريبا كذا على صلاة العصر، بعدين رحت خلصت أشغال عندي فوق، كان عندي تنظيفات، نظفت قسم من الغرف عيالي، نظفنا غرفتين مع الدرج، تنظيف عميق بس صراحة يعني. بس صورت يعني هنا وأنا يعني صورت وأنا بخر، ما يعني أحيانا يعني سبحان الله يجي الواحد وقت خلاص تكوني وصلتي مرحلة ما تبين تمسكين الجوال، فصراحة ما صورت يعني. غالبا أنا لما أدخل أنظف الغرف ما أحب أصور، بس صورت يعني وقت أني أبخر الغرفة. هنا بعد بنات طلعت الفرشة، وهذه الجلسة خلاص ظهرني بطلعها بنستغني عنها. هذا حمودي عمري يشرف على الموضوع ويحب مرة الحوش، بس ما أقدر أطلعه، الجو جدا جدا حار، ما صراحة نقدر نقعد فيه ولا حتى نفتح الباب. هنا زي ما قلت لكم كنت أبخر الغرفة بعد ما خلصنا أنا والعاملة، نظفناها ورتبناها، وكانت يعني أقول لكم غرفتين، وسبحان الله مرة أنا أحس بالإنجاز لو سويت تنظيفات عميقة. كانت تحتاج الغرفة تنظيف عميق، الشبابيك نظفناها، والنعلة هذه زي ما أقول لكم دائما العاملات يتركونها ما ينظفونها، ومسحنا البيبان، ويعني أشياء مرة مرة دقيقة، والحمد لله يعني أحس أني أنجزت. لأن وهنا عاد طلعنا طلعة خفيفة للمكان مول، هذا أقرب مول لنا. نوسونا جايين المكان مول، هذا أقرب مول لنا، يعني إحنا بالصحافة هذا أقرب مول لنا، مول كذا صغير تكتك، بس إنه حلو صراحة، يعني في سنتر بوينت، في ماكس، ها إيه، خلي شوف حصوصي جت. يلا افتتاحية وسن تدخل بولو، يلا تفضلي، عندهم تخفيض. حلوة مرة ما شاء الله، حتى هذه والله حلوة، ثانية الزرقة علامتها زرقة. هذا كحلي ترى. شوف السعر، أيوة طيب، ما حطوا سعر طيب. هذه الشنطة جنن صح؟ ليش؟ لا أخذت شيء، قلتي أوفا. لين اللي بدفع ثمن، الله أيوة حلوة والله. الشنطة اللي فوق، أنا طاري علي شنطة كبيرة كذا زي هذه، حلوة هذه، بس محطوط لها عليه سعر. هذا إيش اللي اشترينا من تركيا صح؟ لا وين، هذا ديزاين غير، شوف إيه، إيش اختلاف بسيط، بس قصدي نفس القصة. تركيا ما لقينا ألوان أصلاً، تركيا ما خيارات أبد تجيب الهواء.
انت وصلي المتوسط. شوفي المتوسط شلون زيهم بلوزه زهر. بلوزه زهري ايه اقول المتوسط هذا ايوه حياتي يقولون كذا ان شاء الله. ولا الشيال وشلونه الداخليه زهري واللي كحلي الظاهر صح كحلي كيف الداخليه حبيت الالوان والله مره حلوه. لازم ادخل الحب حقي دائما القى عندهم التخفيضات جلابيات واشياء مره حلوه فساتين كذا ناعم للبيت كثير مره. شوفي خلينا نشوف ها هذا عندي يشبهه مره يشبهه بس انا كم طويل وبعدين الكم عندي فيه موديل افضل بلاشر كريمه بالتاريخ الدرجه يعني مو نفس اللي عندي بس اللي جنن ثابت. وش اللي جربتي انت ريفولوشن هذا كريمي هذا مره حلو استكت هالسنه يعني ما تجينا للشنط ولا شيء وسن طلبت انس بس هو اللي باقي ما ادري هو يبغى او لا انس شوف البلايز حكاتهم يعني ما يسمحون بالكم القصير استغرب يعني يحطون كم قصير ممنوع مو كحلي ولا ثانوي كحلي ثانوي كحلي المتوسط زيتي مو برمادي ما احب الزيتي انا احبه بالعكس افضل والله افضل لون ندور بعد لبس رياضة تحتاج لبس رياضة ما لقينا لبس رياضة طلعنا عاد من المكان أخذت لي سلطة من هذا المكان كنت جربت سلطتهم مرة حلوة